إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل بادئ ذي بدء أن وفقني وإخواني لهذا اللقاء وهذه المدارسة والمذاكرة في حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن الدورة العلمية السلفية ببلاد نيجيريا، ولمن يصله هذا البث في أصقاع المعمورة، دورة العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري رحمه الله وغفر له، رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين، وجميع أئمة السنة والدين، والتي شارك فيها وقام عليها ثلة من الأفاضل من أهل السنة السلفيين الثابتين ولله الحمد على الحق المبين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وفضيلة الشيخ عبد الغني ويسات الجزائري، والذي تكبد المشاق على كبر سنه ورحل هذه الرحلة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة عليه وعليكم وعلينا جميعا وعلى المسلمين في كل مكان، وأن يجزيه خير الجزاء وأوفاه، وأن يجعل ما قدم لأبنائه في ميزان حسناته. وكذلك فضيلة الشيخ أبو أنور سالم بامحرز، وفضيلة الشيخ أحمد أبو أحمد عبد الحكيم دهاس، وفضيلة الشيخ أبو الخطاب طارق بن محمد درمان، وفضيلة الشيخ سعد النايف، وفضيلة الشيخ أبو حمزة موفق الجبوري، وفضيلة الشيخ أبو زياد نديم زياد نجار، ولا أنسى إن نسيت فضيلة الشيخ أبو مصعب مجدي حفالة، ولعلي لم أنسى أحدا من المشايخ الفضلاء ممن شاركوا في هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها حجة لنا جميعا لا حجة علينا.
وأن يجزي القائمين على هذه الدورة على تنسيقهم الطيب وعلى جهودهم التي بذلوها والتي تذكر فتشكر، فجزاهم الله خيرا. وعلى رأسهم أخونا الحبيب أبو فردوس عبد الرحمن المعلمي، جعله الله جل وعلا كالإمام عبد الرحمن المعلمي اليماني، وإخوانه الذين سهروا معه أو سهروا معه على إنجاح هذه الدورة السلفية، وأسأل الله جل وعلا أن لا ينقطع خيرها ما بقي الليل والنهار، وأن تكون باكورة طيبة لدورات قادمة يستفيد منها الإخوان والأبناء والأحفاد وتبقى ذخرا لنا ولهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حديثي اليوم معكم عن هذا الحديث العظيم الطيب المبارك، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كذلك طيبة مباركة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد اختار المنظمون جزاهم الله خيرا شرح وتعليق على وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضي عن أبيه العباس ورضي الله عن الصحابة جميعا، أنوار النبراس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. والنبراس كما لا يخفى عليكم جميعا إن شاء الله هو المصباح، وهذا الحديث أرويه ولله الحمد والمنة بسندي المتصل إلى فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حدثني به إجازة جماعة من مشايخي حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم، وجعل ما أتكلم به الآن في ميزان حسناتي وحسناتهم، فبالسند الصحيح المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله محمد بن عيسى أبو ثورة الترمذي قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال أخبرنا أبو الوليد أنه قال حدثنا ليث بن سعد أنه قال حدثني قيس بن الحجاج. المعنى واحد، أي معنى الحديث واحد، عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام
وجفت الصحف. وقد روى هذا الحديث أيضا من الأئمة الإمام أحمد في مسنده في مواضع من المسند، ورواه كذلك الإمام عبد بن حميد، ورواه الحاكم النيسابوري في مستدركه، وغيرهم رحمة الله عليهم. وفي روايتهم يا غلام أو يا غلي بالتصغير، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، هناك تجاهك وهنا أمامك، والمعنى واحد. تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك أو لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أجود أسانيده ما رواه الترمذي رحمه الله، وباقي من رواه لا يخلو إسناد عندهم من مقال، ولكن هذه الطرق وتلك الأسانيد يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويجبر بعضها بعضا. فالحديث ثابت يقينا عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وها أنا أحدثكم به مني لمشايخي لمشايخهم إلى الإمام الترمذي والإمام أحمد، إلى ابن عباس رضي الله عنهما، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من سمعه مني ولو عن طريق البث فقد أجزته بأن يرويه عني إجازة خاصة ليتصل نفسه بنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يجعل مجلسنا هذا مباركا لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وأسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته أن يتقبل مني ومنكم جميعا ومن مشايخنا الذين ذكرت والذين لم أذكر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فبدأنا بالعمل بهذا الحديث قبل شرحه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. وهذا سؤالنا لله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يعيننا، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال عليه الصلاة والسلام لابن عمه وهو خلفه، وفي بعض الروايات كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم،
وفي بعضها كنت رديف النبي، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الترمذي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل أن يكون خلفه والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي، فالتفت إليه وقال الحديث، أو يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، وهذا الذي يفسره الحديث الآخر كنت ردف ورديف النبي صلى الله عليه وسلم. واحتمال ثالث عند أهل العلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة وابن عباس رضي الله عنه خلفه يمشي، والاحتمال الثاني هو الصواب لورود بعض الطرق تبين ذلك، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي على دابة. وقد ثبت إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه، فأردف ابن عباس وأردف أخاه الفضل بن عباس وأردف أسامة بن زيد وأردف الحسن وأردف الحسين وأردف جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وقد بلغ من جمعوا في الأحاديث ما صح منها وما لم يصح قرابة 30 نفسا ممن أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا في الأحاديث أنهم ركبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الإمام ابن مندة رحمه الله في جزء له هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ثبت لهم الإرداف منه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شديد تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الرؤساء والأمراء والولاة، ولا نقول الولاة بالتشديد فهو خطأ فاحش، فانتبهوا إليه يا طلبة العلم، الولاة والرؤساء والسلاطين والأمراء في غالب الحال أنهم يأنفون من أن يركب معهم أحد من الكبار فضلا عن الصغار، وهذا رئيسنا صلوات ربي وسلامه عليه وهو حاكم الدولة المسلمة في زمنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد الأولين والآخرين، ولا فخر يردف خلفه صبيان الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من تواضعه ولين جانبه ودماثة أخلاقه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ويكفيه في هذا المقام تزكية ربه تبارك وتعالى له، وإنك لعلى خلق عظيم. يا غلام، وفي رواية كما سمعتم يا غليم بالتصغير، وهذا التصغير يقول أهل العلم رحمهم الله ليس هو للتحقير، فليس كل تصغير هو للتحقير، قد يرد التصغير ويقصد من ورائه الممازحة والملاطفة، وهذا من ذاك القبيل يمازحه ويلاطفه صلوات الله وسلامه عليه. والغلام هو الصبي الصغير الذي لم يحتلم، أي لم يبلغ سن الرشد ولم يبلغ سن الحنث بأن يكون يحنث في يمينه إذا حلف، فلا شيء عليه لو حلف، هذا معنى قولهم لم يبلغ سن الحنث بأن يحنث في يمينه.
وقد كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هذا الغلام الفتى اليافع أو هذا الغلام الصغير كان يتوقد ذكاء وفطنة، وقد تمرس النبي عليه الصلاة والسلام فيه ودعا له بتلك الدعوة الطيبة اليانعة التي أصابته فنفعه الله بها. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لقضاء حاجته، فلما رجع وجد قد وضع له وضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء الذي هو بضم الواو هو فعل الوضوء. وجد ماء قد وضع ليتطهر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فانظروا إلى هذا العطاء الجزيل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المكافأة العظيمة لهذا العمل اليسير، وهذا من عظيم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الحديث فيه كلمات: يا غلام إني أعلمك كلمات. وقوله يا غلام هو لشد انتباهه، ليعي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما يقوله له رسوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يا غلي، إني أعلمك كلمات. وهي كلمات لكنها عظيمات، وجعلها كلمات لتستقبلها نفس ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بانشراح. فلو قيل لك: سأكلمك ساعة أو ساعتين، أو أقرأ عليك كتابا أو جزءا، قد تمل من بداية السنة، لكن لما أقول لك سأعلمك كلمات تتوق نفسك لعدها ومعرفتها لقلتها وعظيم بركتها. فهي كلمات، والعجيب أنها كلمات متقابلة أو يقابل بعضها بعضا. احفظ الله يقابله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء، هذا جزء يقابله يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، هذا مقابله، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مقابله لم يضروك بشيء إلا لم يضروك بشيء لم يكتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كلمات يسيرات لكنها عظيمات مباركات، وفيها المقابلة بين الفعل وجزاء الفعل، بين العمل والجزاء. وكما لا يخفى عليكم أن الجزاء من جنس العمل، فإن حفظت الله حفظك، وإن سألت الله أعطاك، وإن استعنت بالله أعانك، وإذا تعرفت إلى الله في الرخاء عرفك ربنا جل وعلا بالشدة، كما سيأتي في تفصيل هذه الكلمات المباركات. فهي حقا كلمات: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا من تربية النبي عليه الصلاة والسلام
لأصحابه صغارا صبيانا غلمانا وشبانا وكهولا وشيوخا، فلم يترك صلوات الله وسلامه عليه فئة من الفئات رجالا أو نساء، شيوخا أو شبانا، إلا علمهم صلوات الله وسلامه عليه. فلا تحقرن من المعروف شيئا يا عبد الله، هذا نبيك العظيم صلوات الله وسلامه عليه يغرس عقيدة التوحيد في صبي صغير، يرجو من الله جل وعلا أن يكون إماما للناس في يوم ما. وهكذا علماؤنا النبلاء ومشايخنا الفضلاء لا يزالون يغرسون فينا الإيمان والعمل، ويغرسون فينا الأخلاق الفاضلة والمنهج السليم المستقيم، وهو عنوان هذه الدورة المباركة: نهضة الأمة بالتوحيد السليم والمنهج النبوي المستقيم. لا يزالون جزاهم الله خيرا ورحم الله جل وعلا من لحق بربه عز وجل، لا يزالون يغرسون فينا الخير والتوحيد والهدى والعلم والسنة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأوفاه. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، أي إذا حفظت الله في أوامره فامتثلتها، وحفظت الله في نواهيه فاجتنبتها، كذلك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام حفظتها بامتثالها، ونواهي النبي عليه الصلاة والسلام حفظتها باجتنابها، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال الله جل في علاه. فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق بالأخبار، هذا حفظ الله جل وعلا. يا غلام احفظ الله، أي في أوامره فامتثلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، احفظ الله في نواهيه فاجتنبها وابتعد عنها، واحفظ الله في أخباره بأن لا تكذب شيئا ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف الكرام رضوان الله عليهم، إياك ثم إياك أن تكذب بذلك، إذا فعلت هذا حفظك الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. والحفظ من الله لعبده يكون في دينه وهو أعظم الحفظ، يكون في عقله، يكون في بدنه وجوارحه، يكون في أهله، أبنائه، بناته، زوجاته، أحفاده، حفيداته، إخوانه ومشايخه. احفظ الله يحفظك. وكذلك يكون حفظ الله عز وجل للعبد في دنياه، وحفظه في قبره، وحفظه في آخرته، وهو أعظم الحفظ. والعكس بالعكس، من ضيع أمر الله عز وجل ولم يحفظه نسيه ربنا جل وعلا وتركه، كما قال جل وعز: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم،
والكتاب والسنة مشكات واحدة. فكما أن كتاب الله وحي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال الله جل وعز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله عز وجل عن عمد وعلم، واستكبروا على أمر الله تبارك وتعالى. ماذا كان جزاؤهم؟ فتركهم الله في العذاب والنكال عن علم وعمد منه عز وجل. وهذا معنى النسيان الذي يوصف الله به. وأما النسيان بمعنى الذهول والغفلة عن الشيء، فهذا نزه ربنا تبارك وتعالى عنه، لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله جل وعلا في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس راوي حديثنا رضي الله عنه وارضاه وترجمان القرآن، قال في تفسير هذه الآية العظيمة: له معقبات هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقال علي رضي الله عنه وارضاه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وقال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعظم من نقل إلينا التفسير رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظة من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال: وراءك، يعني يبعده، إلا شيئا قد أذن الله فيه فيصيبه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. انظروا إلى شرف العبد المؤمن عند ربه تبارك وتقدس، بل شرف العبيد عموما، ولكن حفظ الله عز وجل للمؤمنين أشد وأعظم. قال بعض السلف: العالم لا يحزن. لماذا؟ لأنه في حفظ الله. وقال بعضهم: من حفظ القرآن متع بعقله. فحفظه للقرآن وتعبه الليالي ذوات العدد والسنوات الطوال في الحفظ والتثبيت والمراجعة والتفسير والتدبر، هذا من حفظ الله. احفظ الله، فما الجزاء؟ أنه لا يحزن وأنه يمتع بعقله. قال بعض السلف: من حفظ القرآن متع بعقله. وهذا من حفظ الله لعبده في عقله وفي دينه. وتأول بعضهم قول الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، أي أن الله عز وجل يحفظ عبده في عقله إذا كان حافظا لأمر ربه. ثم رددناه أسفل سافلين، أي في الكبر والسن، إلا الذين آمنوا، هؤلاء هم المحفوظون. وكان أبو الطيب الطبري رحمه الله قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بعقله وقوته، فوثب يوما من سفينة. تصوروا عباد الله، رجل جاوز 100 سنة من عمره وقد متعه الله بعقله وقوته، فوثب يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة، فعوتب على ذلك: أنت شيخ كبير، لا
لو نزلت شوية شوية. فقال رحمه الله: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الله أكبر، الله أكبر. هذه جوارح حفظناها في الصغر، حفظناها عن ماذا؟ عن تدنيسها بالمعاصي، عن إشغالها بالمخالفات، عن وعن وعن مما تعلمه عبد الله ومما تعلمينه يا أمة الله. هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظه الله علينا في الكبر. الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ومما يحضرني من القصص الجميلة المفيدة التي يستفاد منها العبرة، وهي شبيهة بقصة أبي الطيب الطبري رحمه الله. ما حدث لي يوما في حج سنة أظن إن لم تخني الذاكرة 1415 في خيمة شيخنا العلامة الفقيه الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كان يخرج إلينا من خيمته إلى الخيمة الكبيرة التي بها الطلبة في صلاة الفجر، وكان بين خيمته الصغيرة التي خصصت له مع كتبه وبين الخيمة الكبيرة في منى باب للخيمة ستار، وكان الحبل مشدودا، حبل الخيمة مشدودا في الأرض لم يره الشيخ رحمة الله عليه. فلما أقيمت الصلاة الفجر دخل الشيخ أو أراد أن يدخل لإقامة صلاة الفجر، أخذ الحبل في رجل الشيخ فوثب وثبة شديدة لم يسقط معها، فتعجبنا جدا والله من سرعته ومن حفظ الله له. هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. تذكرت هذا الأثر لما رأيت هذا المشهد المهيب رحمة الله عليه. احفظ الله يحفظك، والعكس بالعكس، عكس هذا تماما. أن تضيع أوامر الله وأن تتعدى حدود الله فيرفع الله عنك ستره وحفظه وكلاءته تبارك وتقدس، نعوذ بالله من ذلك. بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس، شيخ كبير شيبة يتكفف الناس يسألهم، فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. نسأل الله العافية والسلامة. ومن حفظ الله للعبد أن يحفظ ولده وولد ولده وولد ولد ولده بصلاح هذا العبد وبحفظه لحدود الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام: وكان أبوهما صالحا، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. الآية: وكان أبوهما صالحا فحفظا وحفظ مالهما بصلاح أبيهما. وقيل في تفسيرها أنه الجد وليس بالأب المباشر، وقيل غير ذلك. وكان هذا الكنز الذي تحت الجدار الذي خشي موسى عليه الصلاة والسلام إن سقط الجدار أن يظهر الكنز، كان كتابا من ذهب فيه كتابة. ذكر بعض أهل التفسير هذا الأمر، كان كنزا من ذهب، كتاب فيه وصايا
من جدهم الأكبر، فأقامه موسى بيده هكذا فاستقام أو فأقيم. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله وستره. الله أكبر. قد يحفظ بلد بأسره بسبب عالم عامل صالح مجاهد في سبيل الله عز وجل. وقد ذكروا في تراجم بعض السنوات في عندما دخل المغول على بلاد الإسلام أنهم كانوا يأتون بعض القرى فيحومون حولها ويذهبون ولا يتعرض أهلها لسوء بسبب صلاح بعض أهلها وحفظهم لحدود الله تبارك وتقدس. وورد في الأثر أن الله عز وجل يحفظ البلد أو البلدة برحلة أهل الحديث. الله أكبر. فارحلوا يا طلبة العلم، تحفظوا أنفسكم، تزدادوا من الخير والعلم والتوحيد والسنة، وتحفظوا أهليكم وتحفظوا بلدانكم، ثم ترجعوا إليها فاتحين بإذن الله عز وجل، فاتحين للقلوب بالعلم والهدى، حتى يكون الدين كله لله. قال سعيد المسيب رحمه الله لابنه: يا بني، إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وتلا قول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. انظروا إلى فقه السلف وبعد نظرهم رحمة الله عليهم وخشيتهم لربهم تبارك وتعالى، فأصلحوا أنفسهم بجهادها بالعلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى، وأصلحوا ذراريهم بزيادة طاعتهم لربهم تبارك وتقدس. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ذكر الحافظ النحرير بن رجب الحنبلي رحمه الله في تفسيره للآية السابقة قول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال في هذه الآية، ذكر قصة بديعة نستفيد منها. قال رحمه الله: قال يحيى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل: كان لي أخت أسن مني، أي أكبر مني في السن، فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت، وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا، فمكثت بذلك بضع عشرة سنة. فبينما أنا نائم ذات ليلة إذا باب يدق نصف الليل، فقلت: من هذا؟ قالت: كجة. فقلت: أختي؟ قالت: أختك. ففتحت الباب فدخلت، ولا عهد لها بالبيت أكثر من عشر سنين. فقالت: أتيت الليلة في منامي، أتيت الليلة في منامي، فقيل لي: إن الله حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك، وحفظك لأبيك إسماعيل، فإن شئت دعوت الله فذهب ما بك، أي من الجنون، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فإن أبا بكر وعمر قد شفعا لك عند الله إلى الله عز وجل.
بماذا؟ بحب أبيك وجدك إياهما، أي بحب أبيها وجدها لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فقلت، تقول هي لهذا الرائي في المنام: فإذا كان لابد من اختيار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنة، وإن الله عز وجل لواسع بخلقه لا يتعظمه شيء، إن شاء أن يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل لي: فإن الله قد جمعهما لك ورضي عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قومي فانزلي. فأذهب الله تعالى ما كان بها. ثم قال بعد هذه القصة: ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله تعالى يحفظه في تلك الحال. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله وغفر له وأعلى درجاته في علميين. فيا عبد الله ويا أمة الله، احفظ الله يحفظك، احفظ جوارحك، احفظ سمعك عن كل حرام، احفظ بصرك عن كل ما يغضب الله، لا سيما في هذه الأيام العظيمة العصيبة التي كثرت فيها الفتن، وكثرت فيها الشبهات، وكثرت فيها الشهوات، وتيسر الجميع للناس بضغط زر جوالك بين يديك. فإن لم تحفظ الله عز وجل رفع الله ستره عنك أو كاد. نسأل الله الستر في الدارين. هذه الجوالات وتلك المواقع التي صارت فتنة على كثير من طلبة العلم، فضلا عن العوام، فضلا عن الدهماء والرعاع، احفظ عقلك، احفظ ذكاءك، إن كان بك عقل جميل وذكاء متقد فاحفظه لئلا تذهب نعمة الله عليك. وأذكر في هذا المقام ما بوب به الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح المسند في كتاب العلم، قال: باب رفع العلم وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ربيعة هو ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليهما. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين تحت هذه الترجمة: حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وأورد حديثا بعده عن أنس كذلك رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فانظروا كيف جمع البخاري رحمه الله بين هذه الترجمة وتلك الأحاديث، وبين قول ربيعة الرأي رحمة الله عليه: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فاحفظ ذكاءك واحفظ عقلك عن سفاسف الأمور وعن أسافلها. وارقى بنفسك وروحك إلى معالي الأمور،
فإن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، كما ورد في الحديث الصحيح. وقول ربيعة الرائي رحمه الله لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه، معناه أي لا يهينها، فلا يأتي بعلمه أهل الدنيا ويتواضع لهم. ويحتمل كذلك أن المراد عدم إهمالها وترك توقيرها وتعظيم ما عنده من علم حتى لا ينتفع به فيه. ذكر هذين المعنيين القاضي عياض رحمه الله تعالى. قلت ويحتمل أيضا أن من رزقه الله أسباب العلم وكان عنده ذكاء وفطنة واتباع للسنة ألا يتنكب عن هذا الطريق الجميل الموصل إلى الله وإلى جنات النعيم، بحيث ينغمس في اللذات والشهوات الفانية ويعرض عن المقامات العلية، يعرض بالعمل لعلمه، ويعرض عن تعليم إخوانه، ويعرض عن الصبر على ما يصيبه في هذا الطريق العظيم الشاق الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي رواية أخرى وهي في الصحيح: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فاحفظ عقلك واحفظ ذكاءك واحفظ جوارحك عبد الله، وما أخال هذا الصنديد العالم الرباني الذي نزل عندكم، أعني شيخنا وحبيب قلوبنا الرحالة المفيد أبا عبد الرحمن عبد الغني عويسات الجزائري وفقه مولاه، إلا مثال طيب يحتذى به في عصرنا الحاضر باهتمامه البالغ بنفسه في العلم والعمل والدعوة والصبر على مشاق الدعوة وأذى الخلق له وبعد المشقة وطول الطريق، ويقطع المسافات العظيمة البعيدة ليصل إليكم، فهنيئا لكم. أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، جزاه ربنا خير الجزاء وأوفاه. فلنحفظ يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، لنحفظ ديننا وأبداننا وعقولنا وأوقاتنا وجوارحنا من جميع ما نهانا الله عنه ومن جميع المخالفات، حتى يحفظنا مولانا الكريم جل وعز إلى الموافاة. احفظ الله تجده تجاهك، أصلها تجده وجاهك، فأصلها واوي ولكن قلبت الواو تاء تسهيلا. وفي الرواية الأخرى التي سمعتم: احفظ الله تجده أمامك. وإذا وجدت الله أمامك يا عبد الله ويا أمة الله، فماذا فقدت وماذا فقدت؟ وإذا فقدتم الله عز وجل ولم تجدوه تجاهكم وأمامكم، فماذا وجدتم؟ تجده تجاهك، إن معانيها أنه يوجهك للخير والبر وصلاح دينك ودنياك وآخرتك، كما قال أهل العلم رحمهم الله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. فالمعطي على الحقيقة هو الله، هو الرزاق ذو القوة المتين، والناس
هم أسباب لا غير. فيبذل المسلم السبب الذي أمره الله به شرعا وقدرا، ولكن لا يركن إليه ويعلم بقلبه وجوارحه أن المعطي على الحقيقة هو الله جل في علاه، فيعلق قلبه بمولاه لا بالناس أبدا. وقد علمتم وفقني الله وإياكم أن العبد كلما رسخ توحيده بعدت نفسه عن سؤال الخلق. قال الله جل في علاه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله إذا سألت فاسأل الله، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعلم حاجاتك ويعلم ضرك ويعلم ما ينقصك، فلماذا تلجأ إلى غيره وبيده خزائن كل شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر. العبد إذا سألته غضب عليك، والرب جل وفي علاه إذا لم تسأله غضب عليك. وهذا الذي يسمى بدعاء المسألة في التوحيد كما مر معكم. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني، أي اسألوني، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إذا لم تسأل الله وتنزل حاجتك بالله فإن الله يغضب عليك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولما بايع النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أصحابه رضوان الله عليهم، بايعهم على السمع والطاعة، بايعهم على التوحيد والسنة، وبايعهم على أن لا يسأل الناس شيئا، كما ورد في الأحاديث الصحاح: أن لا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا وقع منه سوطه لم يقل لأحد ناوليه، وإنما ينزل بنفسه ويأخذه. وهذا من أعلى درجات كمال التوحيد: إذا سألت فاسأل الله. وفي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطيني. وإنما أنا قاسم، أي يقسم الغنائم ويقسم الفيء وما أفاء الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يعطيني. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إنما أنا قاسم والله يعطي. فالأصل في السؤال أن لا يكون إلا من الله. وإذا احتجت إلى عبد من عبيد الله
فأنزل حاجتك بالله أولا، ثم ابذل هذا السبب الذي أمرك الله به. يجوز لمن وقع في فاقة أو تحمل حمالة أو أصابته جائحة فحلت به أن يسأل الناس بعد أن ينزل حاجته بالله. ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه وأرضاه قال: تحملت حمالة، والحمالة هي أن يصلح بين قومين أو عشيرتين أو رجلين بينهما خصام مادي، فيتحمل هو ذاك الشيء، يقول في ذمتي ويؤديه حتى ينهي الخصام بين المسلمين وتسود المحبة والألفة بين المؤمنين. قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل، هذا الأصل، إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، أي مثلك يا قبيصة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك المال الذي دفعته للمتخاصمين، يجوز لك أن تأخذ عوضه من بيت مال المسلمين ثم يمسك. ورجل أو رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا أو سدادا من عيش. ورجل أو رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، ماذا يقولون؟ لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث حديث مخوف عظيم، ولا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم. قال العلماء: لأنه أذهب ماء وجهه بالمسألة، فأذهب الله لحم وجهه يوم أن يتقابل الناس. فإياكم أحبتي في الله، إياكم والمسألة. لا سيما من يأخذ أموال الناس ليستكثر من الدنيا، كما يفعله كثير من السؤال، نسأل الله العافية والسلامة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو، بل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. الله أكبر. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وهو حديث الشفاعة والمقام المحمود الذي يكرم الله به عبده ورسوله ونجيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال في بدايته: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. الحديث وهو في صحيح مسلم دون قوله إن الشمس تدنو. فهو من أفراد الإمام البخاري على مسلم،
وكذلك من المعاني العظيمة التي ذكرها أهل العلم رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، أنه لا يجوز لمخلوق أبدا أن يسأل مخلوقا حيا كان أو ميتا، حاضرا أو غائبا، أن يسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم الشرك، أن يسأل ميتا أو حيا، حاضرا أو غائبا، شيئا لا يقدر عليه إلا الله. وقد ابتلي طوائف من المسلمين ممن يدعون الإسلام أنهم يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والرمالين والمنجمين، قاتلهم الله جميعا، فيسألونهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله. فتأتي تلك المسكينة التي لم تتزوج ليضع لها حرزا وحجابا وتميمة حتى يأتيها الزوج، عياذا بالله عز وجل، ضيعت دينها من أجل زوج. والله يا أمة الله، لو لم تتزوج في الدنيا قط وقدمت على الله عز وجل بتوحيدك، فإنه يرجى لك الخير العظيم، وأن الله يزوجك في جنات ونعيم بأحسن المؤمنين. وتلك التي تزوجت ولم ترزق الذرية تأتي إلى ذاك الفحل وتطوف حوله سبعاء وتقول: يا فحل الفحول، ارزقني زوجا قبل الحول، أو ارزقني ولدا قبل الحول. الله أكبر. وربنا جل وعلا يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول سبحانه وتقدس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فإياك يا عبد الله، وإياك يا أمة الله، أن تضيعي دينك بسؤال غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله. نعم، يجوز أن يسأل العبد الحاضر الحي القادر، أن يسأله شيئا يقدر عليه، أي يقدر عليه العبد مع اعتقاده أنه مجرد سبب، قد يقضي الله بسببه حاجته، وقد لا يقضي الله جل وعلا بحكمته ورحمته حاجته. وكذلك لو طلب شيئا يقدر عليه العبد وهو ميت فهذا من الشرك. لو طلب شيئا يقدر عليه العبد وهو غائب لا يسمعه فهذا من الشرك. لو طلب شيئا من رجل حاضر عنده لكنه عاجز غير قادر، كالمقعد والمشلول مثلا، رجل يغرق ويرى أمامه في الشاطئ مشلول وهو يستغيث به، فهذا قال العلماء أنه من أنواع الشرك، أن يطلب من غير القادر شيئا
ولو كان حاضرا، وكان الناس يقدرون عليه في الجملة، لكن هو الآن لا يقدر عليه. سؤال: هل يدخل سؤال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ وهذه الوصايا لابن عباس ليست له خاصة، وإنما هي له ولغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأمته عامة، فهو حفظها وبلغها إلينا. وقد توسم النبي عليه الصلاة والسلام فيه النجابة والذكاء، وجعله مستودع هذه الكلمات العظيمات والنصائح الطيبات لينقلها إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه، وقد نقلت إلينا ووصلت بالسند الصحيح المتصل من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته. هل يدخل هذا سؤال في قوله إذا سألت فاسأل الله والنهي عن المسألة، يدخل فيه سؤال أهل العلم، سؤال عن العلم؟ يقال: إذا أردت أن تسأل عن علم فأنزل حاجتك بالله أولا، ثم هذا العالم أو طالب العلم هو مجرد سبب جعله الله وسخره لك، وسخره لك ولك حتى يعلمكم. وقد كان الأئمة إذا استغلق عليهم أمر أنزلوا حاجتهم بالله وسألوا الله جل وعلا أن يعلمهم. فهذا سليمان، فهذا ابن تيمية رحمه الله كان يقول إذا استشكل مسألة وأغلقت عليه كان يدعو الله جل وعلا وينزل حاجته به، ويقول: يا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان علمني وفهمني، ويستغفر الله جل وعلا ربما ألف مرة، ثم يقول: حتى يفتحها الله عليه. إذا سألت فاسأل الله حتى ييسر الله لك السبل. أما سؤال العلم وسؤال أهل العلم فقد حظ ربنا عليه وحث، فقال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مع اعتقادي أنهم أسباب. وكم من رجل وكم من امرأة طلبت العلم دهرا ثم لم ينفعها الله جل وعلا ولم ينفعه بذاك العلم. نسأل الله الثبات على دينه. فسؤال أهل العلم جائز، بل هو واجب، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو واجب لما يجب عليك تعلمه والعمل به، ولا تسأل كل أحد، وإنما تسأل من أمرك الله بسؤالهم، وهم أهل الذكر، أي من أصبح الذكر لهم أهلا. وإن من الكلمات السائرات عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إلى يوم الناس هذا قول ابن سيرين والثوري وابن عيينة ومالك وغيرهم من الأئمة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسأل كل أحد، وإنما تسأل أهل الذكر، السلفيون، العلماء، النجباء وطلبتهم الأوفياء النبلاء الذين ساروا على طريقي ومشوا على طريقتهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا والمستمعين منهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يخفى عليكم جميعا أن الاستعانة وهي طلب العون من أعظم العبادات. إذا استعنت فاستعن بالله. ونقرأ في اليوم
مرات وكرات فاتحة الكتاب وأم الكتاب وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعل العبادة لله وحده لا شريك له، وجعل الاستعانة بالله وحده لا شريك له. ودليل ذلك عند أهل اللغة وأهل التفسير وأهل العلم أنه قدم المعقول على عامله. إياك نعبد، ما قال نعبدك يا رب ونستعين بك يا رب، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، والمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وتقديم المعمول على العامل في لغة العرب وفي لغة الوحيين يفيد الحصر والقصر، فحصر وقصر العبادة على الله وحده لا شريك له، وقصر الاستعانة بالله وحده لا شريك له. هذا هو الأصل. والسؤال هل يجوز أن يستعين المسلم بغير الله عز وجل؟ الجواب نعم، فيما يقدر عليه مع اعتقاده كما قلنا في المسألة، مع اعتقاده أنه مجرد سبب قد يحقق له المراد والمطلوب وقد لا يصل إلى مراده ومطلوبه. فالاستعانة والاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه لا بأس بها، وإن كان الأفضل أن يتركها إلا إن كان مضطرا لنجاة نفسه أو دينه أو أهله وعياله أو ماله أو غير ذلك من الضرورات التي أمر الله جل وعلا بحفظها. ولكن يعتقد أن هذا الذي لجأ إليه ليعينه أنه مجرد سبب سخره الله له، وأن المعين على الحقيقة هو الله وحده لا شريك له، فلولا الله الذي سخر له هذا المعين لما أعانه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم جميعا يقول في الحديث الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنبه هنا لزاما، وإن كنت أطلت ولكن المقام يحتمل أعظم من هذا، وهذا الحديث يحتاج إلى محاضرات في الحقيقة، وقد أفرده بعض الأئمة كالحافظ ابن رجب رحمه الله بتأليف خاص، وهو مطبوع منشور. لا بد أن أنبه هنا هاهنا على مسألة شاعت عند الناس، وهي استعانة الرقاة بين قوسين الذين يسمون أنفسهم رقاة استعانتهم بالجن، ويدعون أنه جن صالح وأنه جن مسلم ويسألونه وهو يكذب عليهم، قد يصدق في جملة ويكذب في مئة، فصاروا كالمشعوذين إلا من رحم الله. فلينتبه لذلك، والرقية لها بابها ولها أصحابها. أما الخوض مع الجن والكلام الزائد معهم وسؤالهم وتصديقهم لا سيما في الأمور التي تخل بالعقيدة وتخل بالأمن وتخل بالعلاقات بين الناس، فليحذر الرقاة من ذلك. هل يجوز الاستعانة بالجن
فيما يقدرون عليه؟ الجواب لا، لا يجوز، فهم من عالم الغيب، ومن أدراك أن هذا الرجل الجني، ويطلق الرجال على الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أن هذا الرجل الجني من أخبرك أنه رجل صالح أو أنه صادق فيما يقول، هذا عالم غيب، فنقف عند حدود الله تبارك وتعالى ولا نتعداها. وقد ذهب بعض الأئمة فيما يظهر من كلامهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع من المجموع، وتبعه على ذلك بعض أئمتنا المعاصرين، أنه يجوز الاستعانة بالجني فيما يقدر عليه، كسؤاله عن السحر أين هو، وأن يذهب ليأتي به، ومثل هذا الأمر. والصحيح عند أئمة الهدى وعند المحكم من كلام ربنا عز وجل والمحكم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز الاستعانة بالجن أبدا، ولا بد أن نسد هذا الباب الذي قد يؤدي إلى فساد عريض في المعتقد وفي الدين والدنيا عياذا بالله عز وجل. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات والعبادات وما يقربك إلى رب الأرض والسماوات، يعرفك ربك جل وعلا إذا اشتدت عليك الأمور، يعرفك بفرجه، ويعرفك بتيسير أمرك، ويعرفك بأن يحفظك من الموبقات ومن المهلكات ومن المضلات، مضلات الفتن من الشبهات والشهوات. قال الله جل وعلا في عبده يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين، قال أهل التفسير رحمهم الله: أن الله عرف له طاعته قبل هذا الكرب، وأنه كان من المسبحين، من المكثرين من التسبيح، كان سبباً هذا العمل العظيم في نجاته من أمر مهلك يقيناً للبشر. يبتلعك حوت عظيم ثم يرمي بك بأمر الله تبارك وتعالى الشاطئ، هذا أمر عظيم يدل على قدرة العظيم تبارك وتعالى. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلا بد أن نستغل شبابنا في الحفاظ على الفرائض، وهي أحب الطاعات إلى ربنا تبارك وتعالى، وما تقرب عبدي كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا شيء يعدل الفرائض. وها هنا يأتيك الشيطان ويزين لك فعل النوافل والتفريط والتقصير في الفرائض. تجد الرجل من الآن والمرأة يصوم من شعبان ما يسر الله له من الصيام، أو يصوم الاثنين والخميس، حافظ على الرواتب، لكن إن سألته عن صلاة الفجر أين صليتها ومع من صليتها وفي أي وقت صليتها، يتلعثم ولا يجيب. نسأل الله العافية والسلام. ما
متى قام من نومه صلى، يسهر الليالي والساعات الطوال، ثم قبل صلاة الفجر يرقد وينام. عن أعظم الصلوات، عن أعظم الصلوات، وهي صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ماذا يفيدك قيامك لليل وأنت تضيع فرائض النهار؟ هذا من مداخل الشيطان. فاحفظ الفرائض أولا ثم نفلها بالنوافل ثانيا، كذلك تلاوة القرآن. كان السلف رضوان الله عليهم يختمون في 7 أسبوع، يختمون في 3. كثير من الآثار أن بعض السلف في رمضان يختم في ليلة، آثار ثابتة صحيحة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره. كيف وصلوا إلى هذا؟ وهل بقوا على هذا في كبارهم وشيبتهم؟ نعم، حفظوا الله في شبابهم، حفظوا الله في شبابهم بهذه الطاعات العظيمة من صلاة وصيام وحج وعمرة وبر لوالديه وجهاد في سبيل الله وطلبه للعلم بإخلاص عن أهله الذين هم أهله وخاصته، تلاوة القرآن وباقي الصالحات من الإحسان والبر إلى الخلق، والتبشش والبشاشة في وجوه إخوانه والسؤال عنهم وقضاء حوائجهم والقيام على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم وإلى غير ذلك من أعمال البر والإيمان. حفظ الله لهم هذه الطاعات في كبارهم فثبتوا عليها، حتى يقول قائلهم: أن عظمه وهن وسنه كبر، حتى ما أستطيع أن أقوم اليوم إلا أو أصلي في اليوم والليلة إلا 300 ركعة. الله أكبر، كأنه ضرب من الخيال، ولكنها الحقيقة. لولا الأسانيد الصحيحة الثابتة لما صدق العبد كثيرا مما يروى عن هذه الأمة العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا ليس خاصا بهم، فكم ترك الأول للآخر، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا حفظت الله عز وجل في وقت شبابك وعمرته بطاعة الله تبارك وتعالى، حافظ الله عليك جوارحك على الطاعة نفسها، وثبتك على ذلك إلى الموافاة وإلى الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن الطرائف التي أرويها لكم أني سألت والدي حفظه الله وصانه، وحفظ آباءكم وأمهاتكم، وحفظ آباء المسلمين وأمهاتهم، سألته قبل ليالي فقلت: يا أبتي، كم قرأت اليوم من القرآن؟ فتبسم إلي وقال: لم أقرأ كثيرا اليوم، ما قرأت إلا 22 حزبا، ولعل الله جل وعلا أن يمن علي في رمضان ونحن على أبوابه. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا. قال: لعل الله أن يمن علي في رمضان بالاجتهاد، وأنا أعلمه من سنوات يختم كل 3، فإذا كسل ختمه كل 4، حتى لا يقول قائل: أولئك السلف لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم، أعمالهم أعظم، إيمانهم أكبر، يقينهم أشد، لكن
إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. ألف لام ميم بثلاثين، حسنة. ألف لام ميم بثلاثين، ويضاعف الله لمن يشاء. ألف لام ميم بثلاثين، ويا خيبة البطالين، والله هذه البطالة. نسأل الله أن يمن علينا من واسع فضله وكرمه وجوده وإحسانه تبارك وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هل يوصف الله جل وعلا بالمعرفة؟ هل يوصف ربنا جل وعلا بأنه عارف؟ هذا إشكال قد يقع لبعضكم، وجوابه تجدونه عند شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو ينقل عن أئمة قبله في شرحه لكتاب التوحيد، طرح هذا السؤال وأجاب عنه فقال: لا يوصف الله أنه عارف لسببين. السبب الأول أن المعرفة تشمل العلم والظن، ولهذا قال العلماء في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية علما أو ظنا. والظن في جانب الله جائز ولا ممتنع؟ الجواب ممتنع. الثاني، السبب الثاني، أن المعرفة انكشاف بعد لبس أو لبس، فتكون المعرفة واردة على جهل، وهذا أيضا غير لائق بالله جل وعز. ولهذا قال صاحب مختصر التحرير: ولا يوصف الله بأنه عارف. أكمل من المعرفة العلم، وعلم الله سابق، فهو العليم تبارك وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله سابق أزلي، وعلم الله لاحق أبدي. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ قلنا: المعرفة هنا ليس هي المعرفة التي في هي العلم، لأن الله عالم بالإنسان في حال الشدة وفي حال الرخاء، لكن المراد بذلك لازمها، وهو أنك إذا تعرفت إلى الله في الرخاء فإن الله يرأف بك في حال الشدة. وكم من إنسان لم ينقذه من شدته إلا معرفته لربه تعالى في الرخاء، إلى أن قال رحمه الله: فالحاصل أن المعرفة التي في الحديث ليست هي المعرفة التي بمعنى العلم، بل المراد لازمها، لأن الله يرأف به ويذكره حتى تزول شدته. انتهى كلامه رحمه الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، بل قال قبلها: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كثير من إخواننا ومن أخواتنا يبتلون من قبل أهليهم آبائهم وأمهاتهم بأشياء عظيمة، فالواجب عليهم الصبر، وليعلموا أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله دوام هذه الحال يا عبد الله، ودوام هذه الحال يا أمة الله، لن يكون أبدا. فمن صبر صبره الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر صبره الله، ومن يستعف يعفه الله.
إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف أو يستعفف يعفه الله. فمن صبر ابتغاء وجه الله كاد الفرج أن يطير به. أقف عند هذا الحد، والكلام على هذا الحديث العظيم الشريف يشجون، وأكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يجعله تذكرة لي ولكم، وأن يجعله حجة لي ولكم لا حجة علينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب والثبات على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا جميعا مبارك فينا أينما كنا وحيثما حللنا. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، أن يخرج مني ومنكم ومن أصلابنا أئمة مهتدين، وعلماء عاملين، ودعاة إلى الله مخلصين، وطلبة موفقين يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة، ويصبرون على ما يأتيهم من الناس. ولا بد، فما جاء رجل بمثل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا أوذي، وما جاء رجل مثل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا عودي. والجد الجد، والهمة الهمة، شمر عن ساعر الجد، عن ساعد الجد، شمر عن ساعد الجد في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإنه والله من أعظم الطرق وأقربها وأيسرها إلى الجنة. إذا أردت عبد الله وأردت يا أمة الله سبيل الجنان ورضا الرحيم الرحمن، فهذا أقرب السبل والله، العلم والعمل، والعلم قبل القول والعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة العظام الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تضع أجنحتها تواضعا وذلا لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. أي شرف هذا، أي مقام هذا. والله لا يترك العلم من ذاق طعم لذته أبدا، إلا من خذله الله بسبب عدم حفظه لأوامر الله، وعدم حفظه لنواهي الله، وعدم تصديقه لأخبار الله. وعاد كلامنا من نهايته على بدايته: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اجعل أمرك لله، بيع نفسك من الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الثمن. والمثمن نفسك عبد الله، أن تلزمها بطاعة الله، وأن تبعدها عن معصية الله، وأن تلزمها بأخبار الله تبارك وتعالى، فلا تكذب منها شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليهما والصبر على الأذى فيهما، إن ربنا لسميع الدعاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.